إذن أنتم مع صدى الملاعب من جديد. صرنا نشجع فريق بإسبانيا، كان العالم يشجع ريال مدريد وبرشلونة، هلا لا قلبنا شوي، صرنا نشجع الميريا. مثل ما لاحظتوا قبل شوي بالأخبار السريعة، الميريا نجح الآن هو يتصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد فوزه على جيرونا بثلاثة أهداف لهدف. ليش نحن صرنا نشجع الميريا؟ لأنه الميريا فريق صار فريقنا، فريق يملكه مع المستشار تركي آل الشيخ، وما شاء الله عليه، يعني كل ماله الفريق طالع بسرعة الصاروخ، وإن شاء الله بوصل للدرجة الأولى وبينافس ريال مدريد وبرشلونة بعد. وأنا أتوقع أنه ممكن يعمل، لأنه ما حط إصبعته أبو ناصر بشغلة إلا ونجحت.